اليوم راني في المعرض الدولي بباريس فرنسا. تم الانتقاء ديالي من طرف الوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية لادا، اللي كنشكرهم من هذا المنبر صراحة، يعني على المواكبة وعلى حسن الاستقبال وعلى بزاف الصوالح اللي كانوا معنا. كذلك يعني الاجتماعات والتحضيرات والتكوينات اللي خضعنا لهم. كانت أول مشاركة لي هنايا في هذا المعرض الدولي بفرنسا. الحمد لله كاين إقبال كبير على التمور وعلى المنتوجات المغربية عامة. صراحة يعني رحنا بغينا نعرفوا بالمنتوج المغربي للمستهلك الفرنسي، وراه لاقي إقبال الحمد لله. يعني ملي كتلفت كتلقى بزاف الناس هازين الساك اللي مكتوبة فيها المغرب، وهذا شرف كبير لينا. هذه أول مشاركة ديالي في معرض باريس الدولي للفلاحة. جيت نقدم المنتوج المغربي اللي هو التمر. حنايا معروفين بالتمور، عندنا بزاف الانواع ديال التمر. جينا نعرفوهم بالمنتوج المغربي ونستقبلوا المستهلك الفرنسي. حاليا يعني كاين الناس اللي باقا كتعرف، كاين اللي عمرو شافوا ولا اللي عمرو ذاقوا. الحمد لله كاين الناس اللي شراو، بصح الاغلبيه يعني العرب والناس على حساب رمضان، كاين اللي جا خضر.